سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اجمالي اعداد الحالات القائمه لفيروس كورونا. وقد اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 2041 حاله قائمه جديده. لينخفض العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 23,082 حاله منها 31 حاله تتلقى العلاج في المستشفى و16 حاله في وحده العنايه القصوى. هذا وتم تسجيل حالتي وفاه خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 4700 حالة إضافية